معانا المستشار محمد المشطر المستشار القانوني لاتحاد مصر لكره القدم. محمد بيه، اولا مساء الخير. معانا الاستاذ هاني بكري محامي الكابتن محمد الشيبي، والاستاذ اشرف عبد العزيز محامي الكابتن حسين الشحات. استاذ هاني بيقول انه ليس من اختصاص الاتحاد المصري لكره القدم ان يصدر هذه العقوبه على الكابتن محمد الشيبي. مساء الخير يا استاذ احمد، بمس على حضرتك وعلى الاستاذ اشرف عبد العزيز والاستاذ هاني البكري. فضل. تحياتي لحضراتكم جميعا. فضل. لا يعني كل له وجهه نظره القانونيه اللي تحترم من كافه الاطراف. طبعا الاتحاد المصري لكره القدم هو المنوط به نشر اللعبه والمحافظه عليها وتطبيق اللوائح الخاصه بنشاط كره القدم في مصر. يمكن الواقعه دي لما حدثت في تقرير للحكم، يمكن انا سامع الاستاذ اشرف عبد العزيز وهو بيتكلم، تقرير لمراقب المباراه، اذا المباراه لم تنتهي. طبعا احنا بنحترم احكام القضاء وبنجلها ولا نعقب عليها، ولكن احنا بنتكلم في المجال الرياضي، ويمكن المحكمه نظرت لهذا الموضوع ان تعدي شخص على اخر بالسب والضرب ده موضوع يخص القانون الجنائي. اما القانون الرياضي يمكن انا سامع الاستاذ هاني البكري ورايه يحترم على راسي من فوق. طبعا ان لجنه الانضباط برئاسه المستشار الجليل المحترم محمد شيرين فهمي، لجنة الانضباط منوط بها توقيع العقوبات، ولكن لما تم إرسال خطاب للفيفا لاستطلاع هذا الأمر في المادة 58 فقرة 3 إن يحظر اللجوء للمحاكم العادية، وهنا كان المستشار شيرين فهمي رجعها لمجلس الإدارة صاحب الاختصاص في تفسير اللوائح طبقا للوائح النظام الاساسي ولائحه الانضباط ولائحه المسابقات. وهنا يعني يمكن انتظر اتحاد الكوره فتره طويله جدا لمساعي الصلح بين الطرفين لعدم مخالفه اللوائح يا استاذ احمد. أيوة. وانا بقول لحضرتك اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس الاداره بصفته شخصيه. أيوة. وبصفته راجل كبير وراجل عبقري تدخل لحل هذا النزاع وديا، وراح لنادي بيراميدز عشان ان هو يشوف محمد الشيبي وينتهي هذا النزاع صلحا. طبعا نادي بيراميدز والنادي الاهلي ليسوا اطراف في هذه المنازعه، دي منازعه بين اللاعب محمد الشيبي واللاعب حسين الشحات، ليس الانديه طرف في هذا الموضوع. فلما يعني انا برضو عايز اسال واطرح سؤال للجميع وللزملاء الاساتذه القانونيين النهارده يا استاذ احمد، لما يبقى فيه لعيب ضرب لعيب من غير كوره، ده اسمه سلوك غير رياضي، يعني ضربه في الملعب، هل يروح يعمل بلاغه النيابه؟ هل النهارده لما لعيب يعمل اصابه للرباط الصليبي، والاساتذه اللي بيسمعوني عارفين وهي عاهه مستديمه، يروح محكمه الجنايات؟ هل النهارده الوقائع الكثيره جدا في الملاعب المصريه والملاعب العالميه، يعني 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 احد الزملاء امبارح كان بيتكلم على حتى لعيبنا محمد صلاح لما اصيب عن تعمد في 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 كتفه، هل راح النيابه العامه؟ كل الكلام ده احنا بنحافظ على المجال الرياضي، لان هناك ما يسمى بالانفعال الرياضي، وهنا الفيفا بتدرس كل هذه الامور. لو كانت الفيفا رات ان التعديات من اللعيبه او عناصر اللعبه على الحكام او اللعيبه بينهم وبين بعض ده مجاله المحاكم العاديه والقانون الجنائي، ما كانتش عملت لوائح تحذر فيها. انا بس هسال سؤال تاني يا استاذ احمد، هل النهارده المنازعات المدنيه اللي هي الحقوق بين اللعيبه او بين المدربين او لاعب ومدرب بالنسبه للمبالغ الماليه اصعب ام او اكثر اهتماما، ام ان هناك التعديات نتيجه الالتحامات بين اللاعبين في اللعبه ان ده يكون له ضوابط محدده؟ لا احنا شفنا يا استاذ احمد ان تم فيه تصالح ما بين اللاعب محمد الشيبي وحسين الشحات عند غرف الملابس، شفنا ان مراقب المباراه كتب ان هناك تشابك بالايدي بين اللاعب حسين الشحات ومحمد الشيبي. اذا هي هنا يتدخل اتحاد الكوره حتى يحافظ على نشاط اللعبه، ولا يكون المحاكم والاقسام والنيابات هي المنوط بها الفصل في هذه الامور. زي ما الاستاذ اشرف عبد العزيز قال كده، الماده 84 من الدستور بتقول ان تحل المنازعات طبقا للمعايير الدوليه، المعايير الدوليه دي فيها شرح كبير جدا. طيب. ولكن محمد، دي النقطه مهمه انه